رغم الآمال العريضة المعلقة على الجهود السياسية والدبلوماسية الأخيرة في الملف اليمني بهدف إحلال السلام، إلا أن الشارع اليمني لا يرى فيها نهاية للحرب التي مزقت البلاد وتسببت بأسوأ الكوارث الإنسانية. فلماذا هذا التشاؤم؟ في مسائل شائكة وصعبة مثل تسليم السلاح، يعني الانسحاب أو التراجع من خطوط التماس، يعني فتح الطرقات. هل يمكن أن الدول الراعية لهذا الكلام أن تستمر بالخطوات خطوة بعد خطوة حتى انهاء الحرب بشكل كامل؟ احنا بنا مدينتنا الذي محاصرة منذ 8 سنوات ولا نلتمس من السلام اي شيء لهذه المحافظة المحاصرة. هل السلام هذا بيكون لنا الحصار عن هذه المحافظة المنكوبة الان، والا سلام لاصحاب الكراسي العليا؟ احيت المصافحة الحارة والنادرة بين السفير السعودي في اليمن محمد الجابر ومهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للحوثيين في صنعاء الآمال في إمكانية التوصل إلى إيقاف الحرب والوصول إلى اتفاق، إلا أن الشكوك تدب في صفوف اليمنيين حيال إمكانية أن تسفر المباحثات عن فرصة حقيقية لإحلال سلام وشيك ودائم. ويعزو يمنيون الأسباب إلى غياب الأطراف اليمنية عن هذا الطريق وغياب الحلول للأزمة اليمنية من جذورها. السعودية عملت جهدية لما شافت نفسها أن قد داخل عنق الزجاجة تشتي تخرج، عملت لمخرج عشان تسلم بلادها من الضرب والمشاكل. والحوثية قتل اليمنيين داخل، يمني يقتل يمني، وإحنا نتفرق وندفع فلوس تمام. أما بالنسبة للسلام فلا يمكن سلام بالطريقة هذه. يخرجوا السجناء والذوق خرجوهم عبا قصته في كل الطرقات، يكون صلح بكل أخوة بكل قوة، يعني يكون مشاكل وقتل وقتالة. وبالنسبة للسعودية هي لما تشوف اليمنيين اصطلحوا بتصطلح معهم، إذا شافت اليمنيين ما اصطلحوش وأنهم اليمنيين ما بينهمش خير لأهلهم، السعودية هي بتكون ضدهم للجميع. ينظر إلى الصراع في اليمن على أنه حرب بالوكالة بين إيران والسعودية، ولذا فإن التحركات الأخيرة يراها كثيرون مجرد هدنة لوقف الخلافات الإقليمية ووقف الهجمات الحوثية على السعودية، وليس البحث عن سلام يشمل الجميع. يخشى مراقبون من أن تزيد التحركات السياسية والدبلوماسية الأخيرة من خطر تفكك الدولة وزيادة الانقسام، في ضوء أن الحوثيين غير مستعدين لتقاسم السلطة السياسية مع الأطراف اليمنية الأخرى، وهو ما قد يغرق اليمن في دوامة عدم الاستقرار أكثر من أي وقت مضى. معاذ منصر، اليوم تعز.